السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشيوات كوزينتنا. قبل ما غادي نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على واحد المقبله بالقرعه الخضراء. هنايا عندي 5 الحبات ديال القرعه الخضراء اللي مقطعين مكعبات صغيره، وغادي تبقى الكميه بطبيعه الحال على حسب الحاجه. ضايفه لهم واحد 3 الفصوص ديال الثومه. غادي نحتاجوا الحبات ديال الطماطم محكوكه، واحد شويه ديال مركز الطماطم، شويه ديال الزعتره اولا الزعتر ميبس على حسب المتوفر عندكم. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا البزار، واحد شويه ديال السكينجبير السودانيه، وشويه ديال الخرقوم والملحه. كتبقى بطبيعه الحال التوابل على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. وغادي نحتاجوا زيت الزيتون. اول حاجه غادي ندير زيت الزيتون على هاد القرعه، تقريبا ما بين 3 حتى 4 المعالق. غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزعتره، انا هنا مستعمله زعتره، وغادي نغطي هذه المقله ونديرها فوق النار اللي غادي تكون مهيله ونخليوها حتى كطيب وكتنزل قبل ما غادي نضيفوا عليها الطماطم والتوابل. من بعد ما كنديروا القرعه فوق النار اللي كتكون مهيله والمقله كتكون مغطيه، كنبقاو مره كنحركوا فيها حتى كتنزل وكتبدا تبان لينا انها قريبه كطيب. غادي نضيف دابا مركز ديال الطماطم ومطيشه اللي محكوكه. غادي نضيفوا التوابل، كتبقى كيف ما ذكرت حسب الذوق. عندنا شويه ديال الملحه السودانيه، راس المعلقه ديال السكينجبير، راس المعلقه ديال الخرقوم البلدي، واحد شويه ديال البزار، انني درت السودانيه غير واحد شويه. غادي نحرك كل شيء وغادي نرجعو فوق النار حتى طيب عندنا هاد المطيشه وكذلك تقلى هاد التوابل. القرعه بعد ما كنرجعوها فوق النار كنبقاو نحركو فيها مره حتى كتنشف وكتقلى وكطيب مطيشه. كنقدموها اما سخونه اولا دافيه حسب الرغبه. انا مقدمها اليوم ان شاء الله مع طبق ديال سمك ديال السردين والقمرون. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. دائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش تبقوا توصلوا بكل ما هو جديد، وبصحه وراحه.